أقصى بعد حتى نأخذ الموافقة. يعني أنا بتوقع أنه الموافقة تتم خلال الأسبوع القادم. نجدد الترحيب فيكم مشاهدينا في برنامجكم من هنا نبدأ. رح نطرح القضية الثالثة ورح نروح لمحافظة إربد وفي شمال المملكة، وهذا الموضوع الهام والذي يعني هو يؤرق المواطنين منذ فترة قصيرة ليست بالبعيدة. منذ أكثر من 40 يوم تغير الحال حين أغلقت مديرية أشغال إربد شارع إربد حوارة لرصفه بخلطة إسفلتية. كان يفترض أن تنجز هذه الخلطة خلال 30 يوم كحد أقصى. المواطنون والتجار بدورهم يعني المجاورون لهذا الطريق تحديدا أبدوا امتعاضهم من إغلاق الطريق الذي أضر بمصالحهم الشخصية وتسبب أيضا بمعاناتهم، بما في ذلك أزمة سير خانقة تدفعهم لاستخدام طرق بديلة إلى منازلهم وأعمالهم. التفاصيل نتابعها وإياكم في سياق التقرير التالي. صباح آخر يشرق على أبو عدي بلا زبائن في محله المتواضع، إذ تغير الحال منذ أكثر من 40 يوما حين أغلقت مديرية الأشغال هذا الشارع في حوارة لرصفه بخلطة إسفلتية كان من المفترض أن تنجز خلال 30 يوما كحد أقصى. من يوم ما صارت هاي الحفريات وتعهد مشى الشارع اللي سكروه علينا وقفت حركتي نهائيا، يعني بفتح من الساعة 4 الصبح بنهاية نترزق ما بيش بيع، لأنه بيعنا للشارع، يعني تسكيرة الشارع هاي ما لهاش إلها داعي نهائيا. ليس أبو عدي وحده من يعاني من ضعف الحركة وانحسار أبواب الرزق، فجميع المجاورين يعلو صوتهم امتعاضا بعد أن أضر إغلاق الطريق بمصالحهم وتسبب بمعاناتهم. أمامنا هون ما في أي شغل، التسكير قبلنا، انقطع رزقنا تماما، وقفت حركتنا، الموضوع مش باين له حل لانه اشتغل لمده يومين فقط وسحب الياته، ومن شهر واسبوعين ما عاد تحرك شيء ولا اشتغل شيء نهائيا. نقدر نتحمل عمي فتره بسيطه عدم المؤاخذه، يعني اذا الشغله بدها شهر ولا شهر ونص نقدر نتحمل، بعد ذلك والله ما في انسان بيطيق ولا بيقدر. مشيت شغيله من عندي عشان اخفف مصاريفي، بس الموضوع مو باين له حل. هذا الشارع له مغلق اكثر من شهر ونص، اغلاقه ملهوش اي مبرر نهائيا، سبب لنا اشكاليات، ازمه بالسير، حوادث، وفي مجال يعني ما فيش شغل بالشارع حتى يبرروا اغلاقه. المشكله بدات يعني من شهر ونص لما حفروا الشارع لبدايه الكليه لعند بوابه الكليه، واضطروا يعني هم راوا او فكروا الاشغال العامه انه يغلقوا الطريق علينا من هون ويعملوا تحويله، التحويله هاي اضرت يعني بسبع محلات من حيث الزباين، يعني الامر ماساوي ماساوي الى يعني درجه، يعني الحال انت شايفه ما في لا سيارات ولا زباين ولا شيء، المبيعات انخفضت بشكل كبير جدا، يعني والله ما مش قادرين نطلع مصاريفنا، مش قادرين نطلع مصاريفنا ولا الايجار، ولا قادرين نقوم حتى بالتزاماتنا، ترخص للبلديه، البلديه بيطالبونا رخصه، بنقول لهم يا عمي والله ما في فلوس الرخص. تفاقمت المشكلة مع استمرار إغلاق الطريق بعد انتهاء مدة تنفيذه والمقدرة بثلاثين يوما، ويؤكد مجاورون أن العمل بهذا الطريق تعثر بشكل مفاجئ بعدما دخل شهره الرابع وبات الأمر مزعجا للمواطنين. زياد انصارات، رؤيا. إذن نفتح هذا الموضوع ويسعدنا أن نرحب بمدير أشغال محافظة إربد المهندس معن الربضي. أهلا بك مهندس معن معنا. بداية قبل أن نخوض في هذا الموضوع وإغلاق طريق إربد حوارة، دعنا ننتقل إلى مراسل رؤيا ليقربنا أكثر من الصورة. زياد انصيرات، مساء الخير. زياد، يعني بدنا منك تحطنا بالصورة وبالتفاصيل كاملة منذ بداية المشكلة تقريبا قبل 40 يوم ولا هاي اللحظة. مساء الخير مرة أخرى. هذا الشارع هو من أهم الشوارع في محافظة إربد، كونه يربط يعني مدينتين من أعز المدن على قلوب الأردنيين. هذا الشارع يربط من جهة الشرق العاصمة العراقية بغداد، ومن جهة الغرب يربط فلسطين المحتلة وتحديدا مدينة حيفا. هذا الشارع يسمى شارع بغداد حيفا، هو من أقدم الشوارع في مدينة إربد ومن أكبرها وأطولها. هذا الجزء بدأت مديرية الأشغال قبل حوالي اليوم وصلنا إلى 45 يوم بأعمال حفريات لإعادة إنشاء و
يعني صيانة هذا الشارع وهذا الجزء تحديدا وهو في بلدة حوارة. كما قلنا أن هذا الشارع يعني من أهم الشوارع الحيوية وهو شارع رئيسي في بلدة حوارة. يعني هذا المشهد يتكرر منذ وصلنا إلى هذا الموقع هو محاولة المواطنين استخدام الشارع. التحويلات هنا تحويلات يعني مضرة للتجار، مضرة للسكان، مضرة للمركبات. كان هناك ازدحامات مرورية، كان هناك حوادث سير. التحويلات هنا غامضة حيث يتم تحويل السير باتجاه المناطق السكنية وعودة مرة أخرى إلى الشارع الدولي. معنا الآن أحد المواطنين هو للحديث عن المشكلة كيف بدأت وأين وصلنا. يوم أمس سمعنا أن لجنة من إدارة السير وصلت إلى هنا وكانت أيضا مديرية الأشغال هنا. شو المشكلة وإيش صار مبارح؟ بالحقيقة نبدأ بالبداية. المشكلة بلشت تقريبا قبل شهر ونص، إغلاق كامل للشارع تقريبا من حوالي كيلو ونص من إشارة حوارة الضوئية. الآن إحنا في منطقة ما فيها عمل، الشارع طبعا تقريبا مغلق من شهر ونص، في محلات تجارية إحنا منها متضررين مثلا. الآن قبل يومين تقريبا أجت الأشغال هون وقالوا ما عندنا مشكلة في فتح الشارع، الأمر برجع للسير. إدارة السير طبعا زي ما سمعنا إنه رفضت فتح الشارع اللي هو الجزء اللي ما فيه عمل، اللي احنا واقفين فيه الان، والجزء اللي يفترض ما فيه عمل يفترض ينفتح لانه في تحويله هو مدخل رئيسي لمنطقه لبلده حواره. يعني يعني كل جميع السيارات لازم تمر من هون حتى تدخل على حواره. عملوا تحويله بتلف طريق بعيد اكثر من 2 كيلو حتى انك تصل لحواره، فهو الان مغلقينه. وزي ما سمعنا انه اداره السير هي اللي رافضه انه فتحه لاسباب ما بنعرف، مروريه او الى اخره. بتشوف شو بيشتغلوا يعني المتعهد؟ العمل متوقف من فترة طويلة، يعني هو اشتغل بجزء فترة بسيطة وكانت في مخفضات، والآن في خلاف كبير زي ما سمعنا بناتهم انه في اشي، يعني العمل متوقف تماما من اكثر من شهر، ما في عمل بالمرة نهائيا. بس انت متضرر من اصحاب المحلات التجارية؟ انا من اصحاب المحلات التجارية، نعم متضرر، نعم صحيح. لنا اكثر من شهر ونص الشارع مغلق امامنا، علما انه ما في عمل بالمنطقة تبعتنا، يعني المنطقة اللي احنا تابعين لها ما فيها عمل، لكن اصروا على اغلاقها طبعا لسبب مجهول مش عارفينه لحد الان. نفسنا نعرف ليش اغلقوا الشارع. شكرا استاذي. بس هي ملاحظه يعني صدر. بس انه يعني احنا من ناشد المسؤولين، يعني انت مسؤول يعني الله يعطيك العافيه وما بتقصر، لكن انت نايم بالدار وفي ناس مصالحها قاعد تتعطل، فمن باب اولى يعني انه ننظر ونستعجل بالموضوع. الموضوع ما بتحمل الانتظار، يعني شايف الكوارث اللي قاعده بتصير، حوادث مشاكل مروريه عظيمه قاعده بتصير. بالمقابل استاذي يعني كانت قناة رؤية قد تابعت هذا الشارع وطالبت وزارة الأشغال بصيانة هذا الشارع. نعم ووزارة الأشغال مشكورة لبت طلب المواطنين عبر قناة رؤية وبدأت بأعمال الصيانة. معنا الآن مواطن آخر وهو الأستاذ عدي. أستاذ عدي يعني أنت بالجزء الآخر من الشارع، يعني هم واتكلم بالجزء الذي يعني تم لا يتم عمل بناء به، أنت في جزء تتم صيانته، إيش المشكلة عندكم؟ نعم إحنا كمان من أصحابين المصالح اللي تضررت بتسكير هذا الشارع. إحنا إلنا محل تجاري بآخر الشارع، طبعاً الشارع المسرب اللي إحنا واقفين فيه بلشوا أعمال الصيانة فيه من منتصف شهر واحد تقريباً. أول 3 أيام كان في إنجاز سريع بتنفيذ الشارع، بعدين توقف العمل في المشروع. رجعنا مديرة الأشغال أكثر من مرة وإجا مدير الأشغال ما قصر، إجا على الموقع وشاف حجم الضرر اللي إحنا متضررين فيه كأصحابين مصالح، وكان في على حسب ما يعني حكوا لنا بمديريه الاشغال انه في خلل ببنود الاتفاقيه اللي بينهم وبين المقاول. سيوضح ذلك مدير الاشغال. نعم. لكن انت كمواطن الان مديريه الاشغال بتعمل على صيانه الطريق لمصلحتك وللمصلحه العامه. تمام. ما يعني ايش الضرر انه تستنوا كمان فتره بسيطه؟ هسه الضرر يعني احنا قادرين نحكي عن شهر ونص مده تنفيذ الشارع، مدته يعني طول الشارع اللي بنفذوه يدوب 700-800 متر على شهر ونص للمسرب اللي احنا فيه، وشهر ونص للمسرب الثاني، 3 شهور على فكره، ولسه الانجاز هي زي ما انتم شايفين ما في انجاز. هسه المشكله الاخر، المشكله اللي توصلت لها مديريه الاشغال وقت ما اعطوا امر للمقاول ينفذ المشروع، واجهتنا مشكله باحد سكان المنطقه اشتكى من تسكير العباره. في عباره هناك في منتصف الشارع بحسب ما فهمنا من مديريه الاشغال انهم راح يسكروا. سنسمع الرد من سنسمع سنستمع. ولكن احنا مقبلين على شهر رمضان، والكل بيعرف يعني التكاليف والمصاريف اللي بتترتب علينا كاصحابين مصالح في شهر رمضان. احنا مش قادرين نعرف وين الجهه المسؤوله عن حل مشكله هذا الشارع.
من راجع مديرية الأشغال بيحكوا بنستنى بكتاب لحتى يجي من الوزارة من عمان. شهر ونص من تنفيذ هذا من بدء العمل بهذا الشارع ولحد الآن ما في أي إنجاز أبداً. إحنا واقفين مكاننا ما في أي إنجاز أبداً، ما في أي بوادر لفتح هذا الشارع. إجت مديرية السير قبل 3 أيام واجتمعنا إحنا أهالي المنطقة أصحابين المصالح اللي لهم مصالح بهذا الشارع ووعدونا إنهم يخففوا عنا بس يفتحونا جزء بسيط من هذا الشارع، ولكن تفاجأنا بأنه مديرية السير بتقول إحنا ما بنقدر نفتح الشارع بسبب إنه السلامة المرورية للسيارات ما بنقدر إن نفتح هذا الشارع، فبالتالي إحنا ما رح نقدر نفتح الشارع إلا حتى يكتمل الشارع بالطريقة اللي اتفقوا هم والمقاول عليها. شكرا. يعني سنستمع لرد مدير أشغال إربد وهو المهندس معنى الربضي معكم الآن على الهاتف، وننقل أيضا الرد للإخوة المواطنين هنا. نعم، ابقى معنا زياد لو تكرمت لننتقل إلى مدير أشغال محافظة إربد السيد المهندس معن الربضي. أهلا بك مهندس معنا في برنامج من هنا نبدأ. المواطنون في حوارة أو القريبون من شارع حوارة إربد حوارة يقولون بأن هناك تلكؤ منذ 45 يوم لإنجاز هذا الشارع. ما ردك مهندس معن على كل هذه الشكاوى؟ أختي العزيزة بس إذا سمحتي إنه لا تبتروا كلامي، خليني أكمل الأخير زي المرة اللي تفضل. خليني أحكي كلامي كامل وأوضح كل الأمور لك كل المساحة مهندس معين، علما بأنه الجزئية اللي تحدث بها الأخ زياد الأخيرة والله ما سمعت منها ولا إشي، لأنه كان الخط غير مفهوم نهائيا. أنا بدي أتحدث على الجزئية اللي تفضل تحدث فيها بالبداية عن الإغلاق وتسكير الطريق. أي طريق أي مشروع على وجه الكرة الأرضية ومنها من وزارة الأشغال العامة اللي بيقوموا فيها وزارة الأشغال العامة والإسكان يجب أن يكون هناك معوقات، وخاصة لما بيكون العمل داخل المدن. إحنا لو كان عندنا سوء نية بعملية عدم المماطلة زي ما تحدثوا والبعد وإلى آخره، إحنا مش هذا اختصاصنا في وزارة الأشغال العامة والإسكان. نحن نرغب بإنجاز المشروع بأسرع وقت ممكن والمقاول كذلك الأمر، والدليل على ذلك أن الجزء الأخرى من الطريق هي أنجزت وتمت، ولكن عندما بدأ المقاول بالحفر بالجزء الآخر اللي بجانب كلية مسيب المازنية كان هناك عوائق. هذه العوائق ممكن أن تكون منظورة وغير منظورة. العوائق المنظورة هي كانت خطوط المياه والاتصالات وشبكات الكهرباء والاتصالات بجميعها سواء كانت أمنية أو موبايكوم أو زين. تم إزالة هذه المعوقات كافة، وعندما بلش المقاول الأعمال أنطانا رب العالمين المطر والخير، واستمر المطر، وأنتم كما تعلمون وكل يوم كنتم تقدمون نشرة جوية نعتز بها إلينا حتى نعرف الأحوال الجو السائل. ونقطة أخرى يجب أن نذكرها أن العطاء ليس 30 يوم كما يتحدث الأستاذ زياد، العطاء هو ما يقارب 90 يوما مدة العطاء وليس 30 يوما. دعمتنا الأمطار، دعمتنا المياه، توقف العطاء لهذا السبب. الآن وبعد أن حاول المقاول العمل تفاجأنا بوجود مياه جوفية لا نعلم من أين تأتي، وليست لنا القدرة على علم من أين تأتي. أوقفنا العطاء، طلبنا إخواننا سلطة المياه ما قصروا معنا ويجوا معنا وقالوا لنا بنفتش على مواسير. فتشنا على مواسير لم نجد أي نوع من أنواع المواسير في تلك المنطقة وفي ذلك الجزء. بناء عليه اتخذنا قرارات، هذه القرارات هي لمصلحة العمل والطريق، لمصلحة العمل والطريق والمواطن آخرا. نعم تأخرنا، نعم أنا لا أقول أننا ما تأخرنا، ولكن أيضا النظر بعين الاعتبار إلى الأحوال الجوية اللي كانت سائدة. حتى بعد ما شفنا المشكلة اللي ظهرت معنا حطينا حلول واقتراحات يمكن أن يتم العمل بها. هذه الحلول والاقتراحات لا نستطيع القيام بها والعمل بها إلا بوجود مخصصات مالية. هذا العطاء هو من جماعة اللامركزية، يعني يتم إعطاءه وتمويله من مخصصات اللامركزيه، اعطاء محدود القيمه فقط. ولكن مهندس معن لنتوقف قليلا، يعني منذ بدايه كلامك قلت بان المشكله هي الظروف الجويه وكان هناك مشاكل لربما بطبيعه المكان وجغرافيه المكان، الان تتحدث عن مشكله اخرى تماما وهي المخصصات. يعني الا يتم تحديد المخصصات منذ بدايه حاله العطاء؟ خليني اكمل لك اذا سمحت. ما تحدثت عن مشكله مخصصات ابدا. انا بقول لك العطاء حين يتم طرحه وإحالته هي مخصصات ثابتة من قبل اللامركزية، أي بمعنى آخر لا أستطيع عمل أي بنود زيادة على هذا العطاء بأي شكل من الأشكال. ولكن
كان عندنا بند احتياطي، هذا البند الاحتياطي استطعنا أن نجعل هذا البند احتياطي ونحوله إلى نوع من أنواع الطبقات الرصفة حتى نتلافى المياه الجوفية الموجودة. ونحن بهذا الصدد الآن بأخذ الموافقة على أن الموافقة تتم تحويل البند الاحتياطي الموجود إلى طبقة من الرصف التي كانت غير موجودة أصلا بالعطاء، ليتسنى لنا إكمال العطاء، وخوفا أيضا من ظهور أي عيوب لا استقدر الله لا سمح الله. طيب مهندس معين، عذرا على المقاطعة، يعني الفترة الزمنية التي من المفترض أن تقوموا باستكمال العمل في هذا الشارع، متى من الممكن أن تباشروا العمل من جديد كون أن العمل الآن متوقف؟ أقصى بعد حتى نأخذ الموافقة، يعني أنا بتوقع أن الموافقة تتم خلال الأسبوع القادم، وسيتم العمل مفورا وبكل قوة من قبل المقاول لإنهاء هذا المشروع. نعم، ابقى معي مهندس معن لننقل هذا الرد لمراسل رؤيا زياد انصيرات. إذا زياد، سيد المهندس معن الرابضي مدير أشغال محافظة إربد يقول بأنه تقريبا يحتاج الموضوع من أسبوع إلى 10 أيام للمباشرة باستكمال أعمال الصيانة لشارع إربد حوارة. المهندس معن الرابضي له كل الاحترام، لكن المشاكل هنا في المواعيد. الحديث عن 90 يوم هو مدة العطاء كاملا وليس الإغلاق. نحن تحدثنا أن الإغلاق كان لمدة 15 يوما بطلب من المتعهد بكتاب رسمي إلى دائرة السير حسب ما اطلعت عليه رؤيا. الكتاب الرسمي الذي بلغ للمتعهد الذي ينفذ هذه يعني الأعمال الصيانة للطريق سمح له فقط بالإغلاق لمدة 15 يوم، وهذا الكتاب صدر في شهر 11 الماضي. نحن الآن في شهر يعني بداية، يعني خلال أيام سندخل إلى شهر. ولكن المهندس معن أوضح زياد بأن أسباب الإغلاق كانت نتيجة الظروف الجوية وأيضا اكتشاف شبكة مياه جوفية وأيضا أسلاك الكهرباء والاتصالات وما شابه، يعني سبب التأخير. تفضل أستاذي. نعم، لديك أحد الشهادات من المواطنين؟ 100%. نعم، رح نأخذ أحد المواطنين. أنت أحد المواطنين اللي تواصلنا معك ونسألك مرة ثانية. المهندس معن الربضي يقول أنه يعني الإغلاق كان بسبب ظهور مياه جوفية وعوائق أخرى من شركات الاتصال، وأن خلال أسبوعين إلى 10 أيام سيتم عودة العمل وتنفيذ المشروع بشكل كامل. تمام، هسا هو بحكي مدير الأشغال أنه سبب الظروف الجوية. كلياتنا متابعين الظروف الجوية وعايشين بجو متابعين الحالة الجوية، لأنه إحنا بفصل شتاء. مرق قريب 10 أيام بعد ما انتهى المنخفض الجوي اللي كان بعم المملكة قريب 15 يوم، ورجعنا مديرية الأشغال وكانت الحجة إنه الظروف الجوية. تمام، وكشف عطوفة مدير الأشغال على الموقع، ولما واجهتهم مشكلة المياه الجوفية إحنا كأصحاب مصالح متضررين، وهو بعرف، ولو يشوف صورتي راح يعرفني. احنا اللي قدمنا الحلول انه ايش المشكلة المي اللي واجهتهم شو ممكن تكون. الان انت كمواطن يعني مش هتقدر تحكم اكثر من مهندس، واكيد هو مهندس، ويعني نعم. اكيد هناك خبراء في وزارة الاشغال وهناك يعني مهندسين في وزارة الاشغال. الان المهندس معن يعد انه خلال من اسبوع لعشر ايام يبدا العمل بهذا بالطريق لينتهي به سريعا. طيب احنا الاسبوع الماضي تواصلنا مع وزارة الاشغال مباشرة وحكونا شغلتي يومين ان شاء الله بالكثير بيكون الكتاب الرد لمباشرة العمل بالشارع خلال يومين 3 أيام كحد اقصى، بيكون الشارع بيكملوا الأعمال اللي فيه. وهاي عطوفة المدير بيقول بحد أقصى أسبوع راح يتم العمل بالشارع. راح فينا شهر رمضان كامل ما راح يتم تنفيذ الشارع على حسب ما هاي الوعود اللي احنا. نحن دورنا في برنامج من هنا نبدأ أن نكون حلقة وصل بينكم وبين المسؤول. نعم، سنتابع معكم إن شاء الله خلال شاء الله يعني من أسبوع 10 أيام. المهندس معن يعني هو شخصية مقدرة في إربد، وإن شاء الله نعم زياد وعوده دائما. نعم، نظرا لضيق الوقت زياد انصراف إلى هذا المكان. نعم، نشكرك جزيل الشكر على طرح هذا الموضوع ومتابعتك أولا بأول هذا الموضوع زياد. نعود إلى المهندس معن الربضي. المواطنون يقولون بأن مصالحهم تضررت ونحن مقبلون على شهر رمضان المبارك على عجلة، إن تكرمت هل سيتم حل هذا الموضوع كما قلت، أو سيتم المباشرة باستكمال أعمال الصيانة من خلال أسبوع إلى 10 أيام؟ أختي العزيزة، أنا والله صدقا الحديث تفضل فيه زياد والمواطن بالمرة الثانية أنا ما سمعت
منه ولا شيء نهائيا، ما بعرف شو الاسباب، يعني ما سمعت ولا شيء. لكن انا بقول كالتالي، ان شاء الله خلال منتصف الاسبوع القادم الى نهايه الاسبوع رايحين نخذ قرار بعمليه انه اذا تم وضع حجاره رصه على هذا الجزء من الطريق الثلاث لحدود تشققات مستقبليه في الطريق، والانجاز ان شاء الله بعدها سيكون اسرع وقت، ودخول شهر رمضان المبارك ان شاء الله بدون اي عقبات على الطريق. نعم، نحن من يعني من يعني من البدايه استجابتكم لحل هذا الموضوع، نقدر جهودكم كمديريه اشغال محافظه اربد. اشكرك جزيل الشكر مدير اشغال محافظه اربد المهندس معن اربد، كنت معنا عبر برنامج من هنا نبدا.